وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تلتقي محافظ البنك المركزي الصيني في ختام جولة تقوم بها في الصين، حاولت خلالها إيجاد توازن دقيق بين تقوية الروابط الثنائية من جهة وتوجيه انتقادات سياسات الصين الاقتصادية من جهة ثانية. زيارة يلين وهي الثانية إلى الصين خلال 9 أشهر وقد تكون الأخيرة لها كوزيرة للخزانة الأمريكية، تأتي في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى إيجاد استقرار في علاقتهما المتقلبة وتقليل الاختلافات العميقة في السياسات بينهما. فالولايات المتحدة تتهم الصين بإغراق العالم بما تعتبره بضائع رخيصة وتضخ موارد في قطاع التصنيع المتقدم لتعويض أزمة قطاع العقارات التي تعاني منها. يلين حذرت من أن حزم الدعم الصناعية قد تشكل تهديداً لمرونة الاقتصاد العالمي، ودعت بكين إلى العودة للإصلاحات المؤيدة للسوق التي كانت تنتهجها في الماضي. وتنضم إلي الآن من هونغ كونغ أليشا غارسيا إيريرو، وهي كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى نتكسس. أهلا وسهلا بك أليشا، شكرا جزيلا عودتك إلى البرنامج. هذه الرسالة إذا ما سميناها اتهامات من يلين إلى بكين، ترفضها طبعا بكين بحجة أن شركاتها تتعرض للعقوبات من قبل الدول المتقدمة التي تقول بكين مثلا لا تستطيع التنافس على الأسعار، وبالتالي قامت برفع قضية أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأمريكي لشركاته. أليس هناك نوع من الازدواجية بكلام يلين، أو خلينا نقول بالموقف الأمريكي في موضوع الإغراق الذي تتهم الصين به؟ أنت تسألين عن أمريكا التي لديها دعم تقدمه وخاصة قانون تخفيض التضخم، يمكن أن نسمي ذلك معايير مزدوجة لأن أمريكا أيضا توفر الدعم المالي لقطاع الصناعي، لكن هناك فرقا كبيرا. فأمريكا تقدم الدعم الصناعي من أجل الاستهلاك الداخلي في أمريكا، أما الصين فتدعم الصناعة وهي تمثل ثلثي الإنتاج العالمي، أو بالأحرى 90% من الحصة السوقية للطاقة الشمسية في العالم تنتج في الصين، وبالنسبة للبعض هذا إيجابي، وبالنسبة لآخرين هذا يعني أنهم لا يستطيعون إنتاج ألواح طاقة شمسية منافسة في العالم، وهذا يجعل الصين في حالة احتكار، وأمريكا ليست في حالة احتكار وليست في هذا الوضع، وهي ليست محتكرة لأي منتج وفي حالة قدرة إنتاجية فائضة. إذن يمكن إطلاق اسم المعايير المزدوجة في هذه الحالة، لكن الوضعين مختلفين تماما. طيب كيف يمكن أن نقيم هذه الزيارات ليلين والتي يبدو بأن الجانب الصيني يكن لها بالفعل كثير من الاحترام على حسب التقارير التي نسمعها؟ هي تحاول تعزيز العلاقات الثنائية، لكن بنفس الوقت تقوم بالفعل بتوجيه الانتقادات الحادة لسياسات بكين الاقتصادية بدون خجل. حتى أشارت الآن الكوميونيكي الأخير أو التصريح الأخير الذي صدر أنه للطرفين اتفقوا على النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي. كيف نفسر هذه العبارة إذن؟ ماذا يعنون بالنمو المتوازن؟ في حالة الصين هذا يعني تقليل الفائض التجاري الذي يعتبر كبيرا، وحتى أعلى من العام الماضي، وفي يناير وفبراير رأينا في البيانات فائضا تجاريا كبيرا في الصين. في حالة أمريكا الأمر يرتبط بتقليص العجز التجاري، هذا يعني أو هذا ما يعنيه النمو المتوازن، وهذا يعني أن أمريكا ربما تقلل الاستهلاك
والصين يجب أن تزيد الاستهلاك. هل سيحصل هذا الأمر؟ الإجابة كلا. لماذا؟ لأن الصين ليست قادرة على استهلاك كميات أكبر، هي تحاول منذ 2008 ولم تنجح في تحقيق هذا الهدف، وأمريكا ليست لديها القدرة على الادخار بمقدار أكبر، وهذا يعني عجزا تجاريا سيظل قائما. لكن الذي قد يتغير وهذا الأمر يحصل، العجز التجاري الأمريكي لن يكون مع الصين، ربما مع تركيا والمكسيك وفيتنام، والصين تخسر جزءا من حصتها السوقية المباشرة، ولكن هي تختفي أرقامها وراء فيتنام والمكسيك اللتين تصدران إلى أمريكا. وربما يلين ستقول إن الطرق الثالثة للدخول إلى السوق الأمريكية من خلال الشركات الصينية. هذا ما يحصل أيضا، وهذا يحصل بالوقت الذي تقوم فيه السلطات الصينية توجه كل استراتيجياتها لتحويل مزيد من مواردها إلى الاقتصاد الصناعي والابتعاد عن الاقتصاد العقاري بالطبع. وبالتالي هل تنجح بذلك برأيك؟ الأمر لا يتعلق بأمريكا وبقية دول العالم، بل ما هو الأفضل للصين برأيي. التركيز فقط على القطاع الصناعي ليس أفضل للصين، بل أسوأ للصين برأيي. ففي نهاية المطاف كل هذه الاختلالات والقدرة الإنتاجية الصناعية الفائضة تؤدي إلى عملية انكماش أسعار، واليابان مرت بهذه العملية من قبل، وهذا يعني أن الأسعار ستواصل انخفاضها، وهذا يعني أن أصحاب الديون أي الحكومة الصينية ستزداد ديونهم، والحكومة الصينية لديها ديون بنسبة 100%. المشكلة لا تتعلق بدول العالم وإنما بالصين. الصين يجب أن تتجه إلى الخدمات والاستهلاك بقدر أكبر من أجل المحافظة على مستوى مستدام في النمو في الصين. أليشا غارسيا هيريرو، شكرا جزيلا حضورك معي. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.